في جولة اليوم وصور من الماضي نشاهد مجموعة من اللقطات النادرة لقاعة ألبرت هول. لم تقتصر استخدامات القاعة على الحفلات والموسيقى الكلاسيكية، ولكنها أيضاً استضافت المؤتمرات والحفلات الراقصة، الباليه والأوبرا، وحتى عروض السيرك ومباريات المصارعة اليابانية. استضافت القاعة الكثير من الفنانين العرب مثل عبد الحليم حافظ وفيروز، وقد أقيم فيها أيضاً حفل ضخم للاحتفال بعيد ميلاد الفنان محمد عبد الوهاب، وشارك فيها صفوة المطربين في العالم. ولم تكتسب القاعة شهرتها من فخامتها فقط، ولكن من الأحداث والحفلات الكبرى التي أقيمت فيها. وإلى هنا تنتهي جولة اليوم وصور من الماضي.